أدعو المصريين لكي يكفوا أمام هذه المقاتل والمجازر الهائلة في إخوانهم المصريين هذا ليس قتلا للإخوان المسلمين وحدهم إن الذين اجتمعوا الآن في ميدان رابعة وفي ميدان النهضة وفي ميادين عدة في سائر محافظات مصر وفي القاهره والاسكندريه وفي صحراء سيناء والصحراء الغربيه وفي القرى والمدن والارياف من كل الفئات هؤلاء قتلوا المصريين جميعا وانا ادعو كل المصريين كل مصري يؤمن بالله واليوم الاخر مسلما كان او مسيحيا وادعو كل مصري رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن منهاجا وبمحمد نبيا ورسولا أدعو كل علماء الأزهر وهم بمئات الألوف أدعو إخواني هؤلاء الذين قتل منهم حوالي خمسين شخصا من علماء الأزهر وعلماء الأوقاف أدعو علماء الأزهر وأدعو رجال النقابات الاطباء والمهندسين والصيادله والمحامين والصحفيين والمعلمين والعلميين والزراعيين وكل الطوائف وادعو العمال والفلاحين ادعو كل المصريين ادعو كل العائلات المصريه ان تخرج من بيوتها حرام عليهم ان يبقوا في البيوت هذا اليوم لابد ان يخرجوا خصوصا بعد العصر يخرجوا إلى الشوارع ينضمون إلى إخوانهم كلهم عليهم هذا كل واحد عليه أن يخرج مع زوجته وأولاده وبناته وأحفاده ومن كان لا يقدر من الآباء الكبار والأمهات العجائز فليأمر أولاده وأحفاده ليخرجوا على الجميع أن يخرجوا لن يموت احد منهم قبل اجله. الاعمار ايام معدوده وانفاس محدوده لا يستطيع احد ان يقدم اجل احد لا يوما ولا ساعه ولا دقيقه. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. ادعوهم جميعا ان يخرجوا ليكثروا اخوانهم هم يؤيدونهم. رأيتهم يؤيدون من يمشون في الطرقات لا يكفي هذا انزلوا في الشوارع أروا هؤلاء العسكريين أنكم مع إخوانكم لا يجوز لأحد أن يتردد بعد اليوم فرض عين على كل مصري قادر يؤمن بالله وبرسالاته أن يخرج من بيته